إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يبحث الإعمار مع النائب مهدي تقي ويتفق مع رئيس جامعة التكريت على دعم لجنة الجودة وسمراء عاصمة الحضارة. البيت السياسي الشيعي يراهن على الكتلة الأكبر وتوحيد الموقف الكردي والتزام التحالف الثلاثي بمهلة الصدر لتشكيل الحكومة المقبلة. والتربية تنفي الدخول الشامل للسادس الإعدادي، ومعهد دولي يؤكد الحاجة لعشرة آلاف مدرسة لإعادة التعليم لمساره الصحيح. والاستخبارات تشن حملة لملاحقة عناصر حركة دينية متطرفة، وهجمات الغبار ترهق العراقيين بغياب الحزام الأخضر. شكراً لحسن المتابعة، في أمان الله.